بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد رمزي. إن شاء الله نستكمل مع بعض محاضرات مادة التطبيقات الإحصائية باستخدام برنامج الـ SPSS، والمحاضرة دي خاصة بيوم الاثنين 13/4/2020. طبعا في المحاضرات اللي فاتت انتهينا تقريبا من الفصل الأول، واللي من خلاله اتعرفنا على برنامج الـ SPSS والأدوات الخاصة به والأشرطة الموجودة فيه، وإزاي ندخل المتغيرات ونوصفها، وكيفية أيضا إدخال البيانات الخاصة بالمتغيرات، وتعلمنا إزاي نستورد أو نعمل عملية استيراد أي داتا أو أي بيانات من برامج أخرى زي الأكسل إلى برنامج الـ SPSS. وطبعا في حاجات كتير خدناها في الفصل ده، بس دي أهم الحاجات اللي إحنا أخدناها. كمان بدأنا نتكلم في المحاضرة اللي فاتت أو في نهاية المحاضرة اللي فاتت عن الفصل الثاني، والمتعلق بعمل descriptions for the data أو عمل تحليل وصفي أو تحليل استكشافي للبيانات. وقلنا علشان نعمل يا جماعة تحليل وصفي استكشافي للبيانات لابد إن إحنا نكون ممتلكين لبعض الأدوات الإحصائية، أو نكون فاهمين بعض الأدوات الإحصائية. طبعا الأدوات دي مش جديدة علينا، إحنا أخدناها في الفرقة التانية في منهج مبادئ الإحصاء. زي إيه؟ أول مقاييس اللي إحنا اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت، مقاييس النزعة المركزية اللي هي Measures of Central Tendency. قلنا في مقاييس لازم تكون واضحة في ذهني وتعرفها ومفاهيمها، زي الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال. كمان قلنا إن في مقاييس لا يمكن الغنى عنها برضو، بنستخدمها في وصف البيانات اللي هي Measures of Dispersion اللي هي مقاييس التشتت. وقلنا كمان إن في مقاييس تشتت مطلقة زي المدى، زي الانحراف الربيعي، زي نصف المدى الربيعي، زي الانحراف المعياري، زي التباين. كل دي مقاييس تشتت مطلقة. كمان قلنا إن في مقاييس تشتت نسبية زي معامل الاختلاف اللي هو Coefficient of Variation. وكمان اتكلمنا على إن إحنا عشان نحكم على ملامح البيانات أو نحدد شكل البيانات محتاجين حاجة اسمها skewness and kurtosis اللي هو مقاييس الالتواء والاعتدال، اتكلمنا عليها. وكمان اتكلمنا على مقاييس الموضع النسبي اللي هو الربيع الأول first quartile، third quartile، second quartile اللي هو الربع الأول، والربع الثاني طبعا اللي هو الوسيط، والربيع الثالث. كمان اتكلمنا، نفتكر مع بعض، اتكلمنا على حاجة اسمها ستاندرد سكور اللي هي الدرجات المعيارية. وقلت أنا أهمية الدرجات المعيارية دي إيه؟ إن أنا لو عايز أقارن ما بين إني فاريابلز أو أي متغيرين أو أي ظاهرتين مختلفين في وحدات القياس، لازم أجيب الزد سكور اللي هي الدرجات المعيارية، اللي هي الدرجات مش متأثرة بأي حاجة. بنجيبها إزاي؟ بناخد القيمة نطرح منها المتوسط ونقسم على الانحراف المعياري زي ما اتعلمنا. كمان قلنا او استعرضنا بشكل نظري طبعا بعض الاشكال البيانيه اللي احنا ممكن نبدا نستخدمها او نبدا نستخدمها في التحليل الوصفي للبيانات. زي مثلا احنا قلنا في بعض الجراف او الرسومات البيانيه خاصه بالمتغيرات الوصفيه، وفي بعضها خاصه بالمتغيرات الكميه. قلنا مثلا زي الاعمده البيانيه، الاعمده المتلاصقه، الاعمده المجزاه اللي هي خاصه بالبيانات الوصفيه. كمان اتكلمنا على البيانات الكميه، الاشكال البيانيه اللي هي خاصه بها، زي الهيستوجرام اللي هو المدرج التكراري، الكيرف المضلع المنحنى التكراري، البوليجون اللي هو المضلع التكراري. قلنا سواء بقى مقاييس النزعه المركزيه او مقاييس التشتت او الالتواء او الاعتدال او مقاييس الموضع النسبي او الدرجات المعياريه او الاشكال البيانيه، كل دي بنسميها ادوات، ادوات بنستخدمها عشان نبدا نعمل تحليل وصفي عام للبيانات قبل اي اختبار. ما هو التحليل الوصفي ده يا جماعه انا من خلاله ما بقدرش احكم على الظاهره، لا ده هو بيسجل لي بس ان هو بيديني يعني بعض التحليلات او الوصف العام للبيانات اللي انا اقف من خلاله. وبعد كده نبدا ان شاء الله زي ما هنشوف في الفصل الثالث اللي هو الاختبارات الاحصائيه. يبقى بقول تاني، من خلال كل الادوات الاحصائيه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي ونهينا بيها محاضرتنا اللي فاتت، بنبدا نعمل تحليل وصفي للبيانات زي ما هنشوف في المحاضره دي ان شاء الله. وطبعا كنا واقفين عند صفحة 56. شوف انا بجيب لك من البداية اهو علشان تبقى انت عارف احنا واقفين فين وماشيين ازاي. طب لو جينا ان شاء الله دلوقتي بدأنا نطبق الادوات اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي،
في الفصل الثاني، وبدأنا نطبقها على أمثلة عملية. لو أنت دلوقتي فتحت الكتاب معايا على صفحة 57 يا جماعة، نبدأ بقى في تقريبا مثال في الصفحة دي هنبدأ ناخده دلوقتي، ونبدأ نشتغل مع بعض ستيب باي ستيب كده، ونبدأ نفهم إزاي نبدأ ندخل البيانات، وإزاي نبدأ نحللها، وإزاي نبدأ نقراها من خلال برنامج الـ SPSS. طيب نفتح البرنامج مع بعض كده واحدة واحدة. فتحنا البرنامج ده اللي احنا قلناه في المحاضرتين اللي فاتوا. طيب اول حاجه بيقول لي هنا، المثال بيقول لي ايه؟ اخذت عينه من درجات الطلاب طبعا في ماده الاحصاء التطبيقي. يعني انتوا مثلا خدنا منكم من درجاتكم في الترم الاول عينه لمجموعه منكم يعني، وبعدين عايزين نعمل لها تحليل وصفي استكشافي للبيانات. كلام بسيط جدا. طيب نبدا، احنا مش قلنا ان بعد فتحنا للبرنامج بيبقى عندي شاشتين اهمت، اللي هم الفاريبل فيو وفيه الداتا فيو. اول واحده بتعامل معاها اللي هي الفاريبل فيو، اللي هي ان انا بحط المتغيرات اللي هي بتسمح لي بوضع المتغيرات. طب هو انا عندي كام متغير؟ انا عندي متغير واحد بس اللي هو الدرجات. طيب نبدا نعمل ايه؟ اتني جاي اول حاجه حاطط هنا السكور، كاتب كلمه الدرجات او كلمه سكور اي حاجه، او خليها ماشي ادي الدرجات كتبناها كلها ابر او حروف كبيره مش مشكله، ادي الدرجات. بس انا الدرجات دي يا جماعه اهي، لو انا انتقلت او سبتها يبقى حاط لي الوصف العام، مفيش مشكله، كل ده انا موافق عليه ان هي نوميريك وانها العرض 8 والديسمال خلاها 2. بس فاضل حاجه يا جماعه اللي هو الوصف بتاع هذا المتغير هو درجات مين. فانا ممكن اجي هنا واكتب مثلا زي ما احنا كنا كاتبين، او درجات ماده الاحصاء التطبيقي، اعمل وصف عام للدرجات دي بتاعت ايه. اهو نحول نبدأ نكتب بقى هنا درجات مادة الإحصاء التطبيقي. كتبت أنا كده الوصف بتاعها تمام، عشان لما نشوف بقى دلوقتي الأوت بوت مش هيطلع لي السكور، لا هيطلع لي درجات مادة الإحصاء التطبيقي. ممكن نكمل كده نكتب الفرقة الثالثة. الفرقة الثالثة. الفرقة الثالثة. كويس. طب احنا دلوقتي حطينا فيه متغيرات تانية؟ لا، هو المتغير ده بس اللي عندنا. يبقى نبدأ نشوف، عشان نبدأ انا كتبت المتغير وحددت الديسكريبشن بتاعه اللي هو الوصف العام بتاعه من كل الجوانب بتاعته، نبدأ بعد كده نبدأ نقول داتا بقى. أبدأ أحط البيانات اللي هو داتا فيو. طب أول متغير عندنا أو أول قيمة عندي كام؟ 75. ادي 75، اللي بعديها تقريبا 85، اللي بعدها 70، اللي بعدها 85، اللي بعدها 75، 90، بعديها 85، اللي بعديها 75، 70، 65، 85، 88، كمان 88، 69، 85. أعتقد إن هما 15 بالظبط، 15 متغير. أيا كانت الدرجات، المهم إحنا حطينا الدرجات. نبدأ بعد كده عايزين نعمل لها تحليل وصفي للدرجات أو للعينة بتاعت الدرجات اللي إحنا أخدناها منكم ديت، أو من درجات مادة الإحصاء التطبيقي بتاعتكم. أول حاجة يا جماعة نبدأ نشوفها، شايفين الأنالايز ده شريط اللي هو القوائم، ده شريط القوائم اللي هو فايل، إيديت، فيو، داتا. طبعًا إحنا استعرضناه بشكل سريع، ولكن هنبدأ بقى ناخده بالتفصيل بقى، نبدأ ناخد شريط شريط، بس طبعًا اللي يهمنا الأنالايز اللي هو شريط التحليل ده أو قائمة التحليل اللي هي متعلقة بالتحليلات الإحصائية المختلفة. طيب تعالوا نبدأ نشوف كده واحدة واحدة. أول حاجة أنا عايز أعمل تحليل وصفي للبيانات باستخدام الأدوات اللي إحنا قلنا عليها. أول حاجة أضغط على أنالايز، شايف؟ أول ما تضغط على كلمة أنالايز يديك قائمة بكل الأدوات الإحصائية. أنت عايز مين؟ أول حاجة أعمل وصف. طيب شايف الأوبشن الثاني ده اللي هو ديسكريبشن أو ديسكريبتيف ستاتستكس اللي هو الإحصاءات الوصفية. يبقى أول خانة أهو خدنا أنالايز، بعد Analyze Descriptive Statistics بعديها نبدأ نضغط شايف على Frequencies اللي هو التكرارات.
يبقى analyze موجودة زي ما أنت شايفها اهيت، analyze descriptive statistics frequencies اهيت، نضغط عليها. كويس، يبقى احنا بعد ما ادينا الأمر طلع لي مربع حواري زي ده. شايف كله بيتعامل مع إيه؟ ما بيتعاملش مع سكور بقى، أمال يقول لك إيه؟ درجات مادة الإحصاء التطبيقي. يقول لي هو أنت دلوقتي حتى أنا شايف أهو لما أنا أقف عليها يديني الوصف بتاعها كله درجات مادة الإحصاء التطبيقي الفرقة الثالثة، وبين قوسين اللي أنت مسميه إيه؟ مسميه سكور زي ما أنتم شايفين كده. لحد دلوقتي تلاقي كلمة أوكي مش متنشطة، ليه؟ لأن أنت ما عملتش حاجة لسه. طب أنا عايز لمين؟ أنا عايز أعمل التحليل الوصفي لمين؟ للمتغير بتاعي، مش هو ده؟ ننقله الأول هنا. طب هنقله هنا إزاي؟ عن طريق السهم ده. طب أنا لو عايز أرجعه تاني يرجع، مفيش مشكلة. يبقى من خلال السهم ده أبدأ، أو إن أنا أضغط عليها مرتين. يبقى ممكن أضغط عليها دبل كليك زي ما أنتم شايفين كده، أو باستخدام السهم. هي متنشطة الأول، طبعًا لو في عندي أكتر من متغير أنشط المتغير اللي أنا عايز أتعامل معاه الأول. بقول تاني، لو عندك أكتر من متغير بتنشط أو المتغير اللي أنت عايز تتعامل معاه، هفترض إن هو المتغير ده. أهوت. نقلناه. طب أنت عايز تعمل له إيه؟ أنا عايز أعمل له دراسات أو تحليل وصفي. طب أنت عندك دلوقتي ثلاث حاجات أهوت أو ثلاث مربعات صغيرة. نبدأ الأول بالأولاني اللي هو statistics. شايف أول ما ضغطت عليه أعيده تاني. أول واحد statistics. ضغطت عليه. طب بعد كده نبدأ نعمل إيه؟ أول حاجة كل المقاييس اللي أنا قلتها لكم في بداية المحاضرة أهيت. شايف هو مقسمها. اللي هو البرسنتايل، سنترال تندنسي اللي هي النزعة المركزية، ديسبيرجن التشتت، ديستريبيوشن اللي هو الحكم على ملامح البيانات اللي هو سواء اسكيونس أو الكورتوزيس. طيب نبدأ الأول، قبل ما أقول ده خليكم معايا في حاجة مهمة في قلب القيمة دي. شوف بيقول إيه؟ ديسبلاي فريكونسي تيبل. أنت الأول عايز تعرض الجدول التكراري ولا مش عايز؟ أيوه ده أنا يهمني الجداول التكرارية كتير جدا. طب أنا لو مش عايز أعرضها أهوت، أقول له أيوه مش عايز. يبقى شايف العلامة دي؟ لو أنا حطيتها هنا يبقى أنت كده هيظهر لي الجدول التكراري. فاكرين الجداول التكرارية اللي إحنا كنا خدناها في مبادئ الإحصاء؟ إزاي نكونها؟ هي دي. طب أنا لو مسحت دي أو أنا ما نشطتهاش يبقى مش هيظهر لي الجدول التكراري. طب انا عايز الجدول التكراري، يبقى اضغط عليه عشان يتنشط. دي اول معلومه. طب المعلومه اللي بعد كده نرجع للي احنا كنا بنتكلم فيه، ادي استاتستيك. طب ننشط بقى الحاجات دي، انا عايز المين؟ ايوه اللي هو الوسط الحسابي، وعايز الوسيط، وعايز المنوال، وعايز المجاميع، وعايز كمان الكوارتايلز اللي هي الربيعيات الاول والثاني والثالث. طب وعايز ايه؟ سيبك من ده، لان طبعا هنا فيه حاجه اسمها المئيات وفي حاجه اسمها العشيرات، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، خلينا في الكلام ده الاول اللي هو المقاييس الاساسيه. بعد كده نيجي على الديسبيرجن اللي هو مقاييس التشتت، في الستاندرد ديفيشن اللي الانحراف المعياري، في الوسط الحسابي، فيه المدى، اقل قيمه اللي هي المينيمم، الماكسيمم اللي هو اكبر قيمه، ستاندرد ايرور اوف مين الخطا المعياري لو احنا عايزين نعمل حاجه اسمها الكونفيدنس انترفال، فتره الثقه اللي احنا خدناها في الفرقه الثالثه بقى اعتقد انتوا لسه فاكرينها، وبعدين سكيونس وبعدين الكورتوزيس. حددنا معظم او تقريبا كل المقاييس او الادوات اللي احنا قلنا عليها. كويس. طب وبعد كده انا عايز يبقى ابدا اقول له بعد ما حددنا الكلام ده اقول له كونتينيو. ماشي. يبقى انا حددت الاستاتستيك او الاحصائيات كلها اللي احنا عايزينها للمتغير ده. طب شايف حتى لو انا نقلت المتغير ده العلامه دي ما تش منشطه لان مفيش حاجه اتعامل معاها هنا. ركز في النقطه دي اهوت. وده اللي احنا قلناه كله اهوت. تمام. نبدا نشوف شارتس اللي هي الرسومات البيانيه، دي مهمه قوي. شايف؟ يبقى انا لو عايز انا بعد ما حددت يا جماعه الاستاتستكس او الاحصاءات الوصفيه كلها ابدا اتعامل مع الخانه الثانيه اللي هي التشارتس او الرسومات البيانيه. شايف اول واحده نان، انت يعني معناها ان انت ما تعرضليش ولا رسمه بيانيه. طب اللي بعدها في كلمه بار شارت اللي هي الاعمده البيانيه. في اللي بعدها باي شارت اللي هي الدايره، في بعدها الهيستوجرام اللي هو المدرج التكراري. طبعا سيادتك بتنقي الرسمه المناسبه لطبيعه البيانات، الرسمه المناسبه لطبيعه البيانات. نحن نتحدث عن درجات طلبه، يبقى المناسب ليها الهيستوجرام اللي هو المدرج التكراري اهوت. اول ما تنشطه شايف، خلينا نقول على نان تاني اهوت، اول ما تنشط ده تلاقي ديت بدات تتنشط عشان يفكرك ان دي اللي انت لو عايز تستخدم دي ولا لا. نان يعني ما تعملش ولا رسمه، بار شارت ارسم لي الاعمده البيانيه، الباي شارت ارسم لي الدايره، هيستوجرام ارسم لي المدرج التكراري. اقول له طب انا عايز المدرج التكراري اهو، ادي الهيستوجرام. شوف يقول لي تحت ايه؟ ويز نورمال كيرف، يعني انت عايز المدرج التكراري ونرسم لك عليه شكل المنحنى النورمال ديستريبيوشن اللي هو المنحنى الطبيعي عشان تعمل
عملية كومباريزون او مقارنة ما بين الداتا اللي عندك وشكل التوزيع الطبيعي، ولا انت مش عايز؟ اقول له انا سبتها فاضية زي ما هي كده، اقول له انا كاني بقول له انا مش عايز اعمل ويز نورمال ديستريبيوشنز كيرف، مش عايز توزيعات طبيعية. لكن انا لو نشطتها هقول له ويز نورمال كيرف، يعني رسمة الهيستوجرام او رسمة المدرج التكراري اللي انت عايز تعملها، اعمل لي فوقيها النورمال كيرف اللي هو رسمة المنحنى الطبيعي، عشان نقارن ما بين شكل الطبيعة او شكل المنحنى الطبيعي وشكل الداتا بتاعتنا. خلاص حددنا الكلام ده، بعد كده اقول له كونتينيو. طيب يبقى احنا كده حددنا كل حاجة. الفورمات دي طبعا فيها حاجات تانية اللي هي الترتيب والكلام ده كله مش وقته. يبقى احنا قلنا ادي الاستاتستيك، حددنا فيها الاحصاءات الوصفية، شارتس اللي هي الرسومات البيانية حددناها. تخيل بقى انا لو عملت اوكي هيديني شاشة المخرجات اللي احنا كنا بنتعامل معاها او اللي احنا كنا بنقول عليها، وشاشة المخرجات العنوان بتاعها هيبقى درجات مادة الاحصاء التطبيقي اللي هو مين الوصف اللي انت حطيته اللي هو ده. طب نضغط على اوكي كده اهو، نشوفها مع بعض. شايف؟ دي بقى الاوتبوت اللي هو مين؟ اللي هي النتائج بتاعتنا او المخرجات بتاعتنا. طب قبل ما نتكلم على المخرجات دي يا جماعه، نستعرضها مع بعض كده الاول. ادي الفريكوينسيز التكرارات، دي النتائج هنتكلم عليها دلوقتي واحده واحده، وده الجدول التكراري تمام، وادي الكيرف اللي احنا قلناه. شايف الرسمه دي؟ هو ده النورمال كيرف اللي انا قلت له ارسمه. طب انا لو ما كنتش نشطتها ولا ما كانش رسم، كان رسم الداتا دي وخلاص، ولكن احنا بنرسمه عشان نقارن ما بين ده والداتا بتاعتنا. شايف درجات ماده الاحصاء التطبيق الفرقه الثالثه، الوصف اللي احنا حطيناه بالظبط للبيانات هو اتعامل معاه. طب تعالوا بقى دي المخرجات نتعامل معاها او نبدا نقراها مع بعض. اول واحده طبعا هات لي في الكتاب الكلام ده عشان تعلم عليه وتبدا تشتغل عليه وتكتب الحاجات دي عليه، يعني الشاشه دي هاتها في الكتاب اهوت. تعالوا نقراها مع بعض ونشوف ده عباره عن ايه، اللي يهمنا طبعا منها. اول حاجه الان، حجم العينه اللي احنا خدناه كان كام؟ 15. يبقى حجم العينه 15 زي ما سيادتكم زي ما حضراتكم شايفين كده. طب الميسنج، الميسنج يعني القيم المفقوده، احنا فقدنا حاجه؟ لا، زي ما هي، في حاجات اتحذفت؟ ما فيش، يبقى الميسنج بزيرو، ما فيش قيم مفقوده. يبقى الان فيها فاليد وفيها ميسنج، فاليد يعني المتاح اللي انت اشتغلت عليه كام؟ 15. طب احنا فقدنا حاجه؟ لا اهي. طب اللي جنبها مين؟ مين اللي هو الوسط الحسابي؟ يبقى المين اللي هي الوسط الحسابي اللي هو بكام؟ ب79 وشويه، ادي الوسط الحسابي. طب اللي بعدها ستاندرد ايرور اوف مين؟ اللي هو الخطأ المعياري للمتوسط، الخطأ المعياري للوسط الحسابي، الخطأ المعياري للمتوسط. كويس. اللي بعدها ميديان اللي هو الوسيط. ميديان اللي هو الوسيط. ادي الوسيط. طب مود اللي هو المنوال، مود المنوال، اكتب معايا الكلام اللي انا بقوله ده طبعا على الشاشه اللي موجوده عندك في الكتاب. طب اللي بعدها ستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، ستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري اللي هو بعد القيم عن مركزها، بعد القيم عن المتوسط بتاعها، يعني بعد القيم عن ال 79 درجه دي كام؟ يعني المتوسط العام للدرجات 79، طب القيم كلها بعيده عن المتوسط العام ده بمقدار كام؟ 8 درجات وشويه. طب اللي بعديها الفيريانس اللي هو التباين، الفيريانس اللي هو التباين. اللي جنبها سكيونس، سكيونس اللي هو الالتواء. الالتواء طبعا من الواضح ان في التواء خفيف سالب، التواء سالب بس بسيط، التواء سالب. يبقى سكيونس اللي هو الالتواء. ستاندرد ايرور اوف سكيونس سيبها دلوقتي مش هنتعامل معاها. اللي بعدها الكورتو زيس اللي هو الاعتدال او التفرطح، كورتو زيس اللي هو التفرطح اهوت. وبرده ستاندرد ايرور اوف كورتو زيس خليه مش مشكله. تعال على الرينج، رينج اللي هو المدى، المدى او نطاق البيانات او مدى تحرك البيانات. يبقى مدى تحرك البيانات او النطاق بتاع البيانات اهو تقريبا 25، ادي المدى. طب اللي بعدها مينيمم اللي هو اقل قيمه عندي او اقل درجه عندي تقريبا 65. الماكسيمم اللي هو اعلى درجه عندي اللي هي تقريبا 90. صم اللي هي مجموع الدرجات كلها، مجموع الدرجات كلها اللي الطلبه كلها او اللي 15 طالب جابوها. طيب بعدها بقى البرسنتايلز اللي هي الربيعيات، تعالى بقى او النسب. ال 25 ده اللي هو الربيع الاول، الربيع الاول، الربيع الاول. طب ال 50 ده اللي هو ايه؟ اللي هو الوسيط،
الربيع الثاني او الوسيط، يبقى ده الربيع الثاني او الوسيط. طب ال 75 الربيع الثالث، الربيع الثالث. طب لو حبينا نقرا ده معناها ايه؟ ان تقريبا 25% من درجات الطلبة اقل من 70، و75% 75% من الدرجات اكبر من 70. طب يبقى ممتاز، لما يكون 75% من درجات الطلبة اللي عندي اللي هم ال 15 طالب دولي 75% منهم اكبر من 70 درجة، يعني ثلاث ارباعهم جايبين درجات فوق ال 70 درجة، يبقى ده شيء كويس. وسيط الدرجات 85، يعني معناها نص الدرجات اكبر من 85، يعني 50% من درجات الطلبة دولي اكبر من 85 درجة، و50% من درجات الطلبة دولي اقل من 50 درجة. تمام كده؟ طب ال 75 معناها ايه؟ مش احنا قلنا معناها ان 75% من الدرجات اقل من 85 درجه، و25% اكبر من 85، يبقى انا عندي تقريبا ربع الدفعه عندي، او ربع لو انا اتكلمت، انا اعتبرت ان دول الدفعه، ربع الناس اللي عندي دول اللي انا عملت لهم تحليل احصائي ربعهم جايبين درجات 85 درجه. تمام؟ ربعهم جايبين 85 درجة فيما فوق، أدي حاجة. يبقى ده اتكلمنا على اللي هو التحليل الوصفي، أو معنى كل حاجة هنا إيه؟ نقولها بسرعة، إن valid المتاح 15 درجة، missing مفيش، مين المتوسط الحسابي، الخطأ المعياري للمتوسط، ميديان الوسيط، مود المنوال، الانحراف المعياري، التباين، الالتواء، ها الاعتدال، range المدى، أقل قيمة، أكبر قيمة، المجموع، الربيع الاول، الربيع الثاني اللي هو الوسيط، الربيع الثالث. كده يبقى انت اتعرفت على الملامح الاساسيه للبيانات دي. طب تعالى كده درجات ماده الاحصاء التطبيق، تعالى بقى على الجدول التكراري اللي انا قلت لك عليه. لو تخلي بالك هو لو انت نشطته يظهر لك، ما نشطوش يبقى هو مش هيظهره. طب تعالى بقى هنا، ادي الفاليد المتاح، دي الدرجات اللي عندنا، ده الفريكوينسي اللي هو التكرارات بتاعتها، دي البيرسنت النسبه المئويه. طب تعالى كده الاول واحده واحده، فريكوينسي انا عندي 65 اللي هي الدرجه، اللي هي درجه 65، كم واحد جايبها؟ واحد جايب 65 درجه، وكمان عندنا واحد بس جايب 69 درجه، اتنين جايبين 70 درجه، يعني كل واحد فيهم طبعا يعني جايب 70، يبقى عندنا اتنين من الطلبه جايبين 70، في ثلاثه من الطلبه جايبين 75، في خمسه من الطلبه جايبين 85، في اتنين من الطلبه جايبين 88، في واحد من الطلبه جايب 90، عشان مجموعهم يبقى 15. لو انا حبيت كده يا جماعه اطلع المنوال كده من هنا، المنوال اللي هي القيمه اللي بتتكرر كتير، اكتر قيمه اتكررت اللي هما خمسه، مش كده؟ 85، يبقى 85 درجة دي هي اتكررت خمس مرات، يعني عندنا خمس طلاب جايبين 85 درجة، دي أكبر حاجة، مفيش طلاب تانية، مفيش أكتر عدد من الطلاب هنا، يبقى خمس طلاب جايبين 85، عشان كده لو رجعنا للمنوال أهو هنلاقيه ب 85. تمام؟ يبقى دي، طب النسبة كام؟ أنا قلت إن عندي طالب واحد جايب 65 درجة، نسبته كام من الدرجات؟ 6.7%. طبعا النسبة دي هي النسبة المتاحة، النسبة دي هي دي، طالما ما فيش قيم مفقودة، طالما لم توجد قيم مفقودة عندي في البيانات يبقى النسبة هي النسبة المتاحة. طب تعالى هنا النسبة دي، أنا عندي طالب واحد جايب 69 درجة، نسبته كام؟ 6.7%. عندي اتنين طلبة جايبين 70 درجة، نسبتهم كام؟ 13.3%. عندي ثلاثة طلبة جايبين 75 درجة، نسبتهم كام؟ 20%، نسبة الثلاث طلاب يعني. طب عندي خمس طلاب جايبين 85 درجة، كل واحد فيهم جايب 85 درجة، طب نسبتهم كام؟ 33.3%. عندي اتنين طلبة جايبين 88، نسبتهم اهي، واخيرا واحد جايب 90، نسبته 6.7%. المجموع او المجموع النسب طبعا لازم يكون 100%، يبقى قلت الفاليد بيرسنت هي البيرسنت طالما ما فيش ميسنج فاليو. نيجي بقى على الكوميونيتيف بيرسنت، اللي هو زي، فاكرين يا جماعة اللي احنا كنا بنعمله في سنة تانية اللي هو الجدول التكراري المتجمع الصاعد؟ هو ده الكوميونيتيف بيرسنت، اول نسبه دي بحطها هنا زي ما هي اهي، لان دي البدايه عندي، بعد كده ازود دي زائد دي يديني ال 13.3. طيب انا عايز الدي اجيبها منين؟ يبقى لو زودت يعني قلت ده زائد ده يديني ده، طب ده زائد ده زائد ده يديني دي. شوف كلمه كوميونيتيف يعني بتجمع، طب ده زائد ده زائد ده زائد ال 20 يديني ال 46 وشويه، ازود دي يديني دي، ازود دي يديني دي، لحد النهايه ازود دي يديني 100%. اقولها كمان مره، ال 6.7 بنحطها زي ما هي،
ازود الاولى مع الثانيه يديني دي 13 و3 من 10. طب انا عايز اجيب ديت الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه يدينا 26 و7 من 10. نزود ال 20 يديني 46 و7 من 10. ازود على 46 و7 من 10 33 و3 من 10 يديني 80. ازود على 80 13 يديني 93. ازود على 93 و3 من 10 6 و7 من 10 يدينا 100% اللي هي اسمها الكوميوليتيف بيرسنت، او ده اسمه الجدول التكراري المتجمع الصاعد. وعرفنا اتعلمنا ان هو بيجي منين؟ من هنا. طيب يبقى احنا استعرضنا مع حضراتكم دلوقتي المعنى العام بتاع الكلام ده كويس، والدرجات بتاعتنا قرينا الدرجات دي والتكرارات بتاعتها ازاي. نيجي على الرسمة بقى، نشوف الرسمة كده مع بعض واحدة واحدة. الرسمة عندنا يا أساتذة شايف بيديك هنا أدي المين وأدي الستاندرد ديفيشن، المين اللي هو الوسط الحسابي وهنا الانحراف المعياري وحجم العينة. يبقى جنب الرسمة بيديني حاجة، شايف الرسمة مكتوب عليها درجات مادة الإحصاء التطبيقي الفرقة الثالثة. أدي يبقى التوصيف بتاعها أو الوصف الدرجات دي بتاعت مين؟ جايبينها منين؟ أهو من هنا. طب كويس، متوسطها كام؟ 79 وشوية. طب الانحراف المعياري؟ 8 وشويه، وحجمها كام؟ 15. الكلام ده موجود في الجداول. طيب انا عايزك تركز معايا بقى في الرسمه شويه. ده شكل النورمال كيرف او المنحنى الطبيعي اللي احنا قلنا له ارسمه. تاني ده شكل مين؟ النورمال كيرف اللي هو المنحنى الطبيعي. طب المنحنى الطبيعي ده البيانات دي فين منه؟ البيانات دي فين منه؟ الاول تعالى نشوف. شايف هنا؟ كله قريب كله قريب. نبص نلاقي ديت قفزت كده اللي هو المنوال. من 85 ل 90، يعني الدرجات من 85 ل 90 هم اكبر قيم عندي. يبقى اكبر قيم عندي اللي هو الفئه من 85 ل 90 درجه، هم اكبر قيم عندي. طيب اكبر قيم عندي، خلي بالك دي القمه بتاعت التوزيع الطبيعي. طب قمه البيانات اللي عندي فين هي دي؟ افهم اللي انا بقوله. دي قمه النورمال ديستريبيوشن. لو انت رجعت للشرح اللي احنا قلناه ان احنا عندنا ثلاث حاجات، في حاجة اسمها توزيع موجب الالتواء عشان نحكم على ملامح البيانات، وفي توزيع اسمه سالب الالتواء، وفي توزيع متماثل. المتماثل الالتواء بتاعه بيساوي صفر. كويس. طب موجب الالتواء لما اطلع معامل التواء ويديني موجب يبقى التوزيع موجب الالتواء. طب سالب الالتواء لما يطلع معامل التواء من المقاييس يطلع سالب، يديني سالب الالتواء. طب من الرسمة عايزين نفهم الكلام ده من الرسمة. ده قمة التوزيع اللي عندي. طب يبقى هو كده يا جماعه ملتوي زي ما انتم شايفين اهو. القمه ناحيه اليسار، القمه هنا هتبقى ناحيه ناحيه انا اسف، القمه هنا هتبقى ناحيه اليمين. عشان كده التوزيع يلتوي ناحيه اليسار. يبقى التوزيع بتاعنا هيلتوي ناحيه اليسار ليه؟ لان معظم الدرجات كويسه، معظم الدرجات ناحيه اليمين هنا. فلما معظم الدرجات ناحيه اليمين هنا اهو، ما هو ده الاكتر، الاكتر هو بادئ من 85 ل 90، دول اكتر ناس جايبين، وتقريبا عددهم قد ايه؟ تعالوا نشوف كده. ادي اللي جايبين 85 5 وال 88 2 يبقى دي 7. يبقى 8 طلاب، 8 طلاب جايبين من 85 فيما فوق. يبقى هم دول. يبقى القمه بتاعت التوزيع هنا، لما قمه التوزيع هنا يبقى توزيع نازل كده. ده معناه يا جماعه ان التوزيع ده بقول عليه سالب الالتواء. سالب الالتواء ليه؟ لان الدرجات كلها راحت او معظمها يعني راحت ناحيه اليمين، فخلت التوزيع نفسه يلتوي ناحيه اليسار، وده مؤشر كويس ان الدرجات اللي عندي كويسه. عشان كده لما نيجي على الاسكيونس اهوت، شايف الاسكيونس كام؟ سالب. ادي الاسكيونس سالب اهو. ومش بس ده، لا تعالى كده نقارن. مش احنا قلنا يا جماعه لما الوسط يكون اكبر من الوسيط يكون اكبر من المنوال يبقى موجب الالتواء؟ طيب ولما يكون الوسط اقل من الوسيط اقل من المنوال يكون التوزيع سالب الالتواء؟ طب تعالى كده نشوف. ادي الوسيط اهو، الوسيط 79 تقريبا. طب الميديان اللي هو 85، يبقى الوسط اقل من الايه؟ من الوسيط. طبعا الوسيط يعني تقريبا هم اللي هو المنوال، الوسيط هو المنوال، ولكن الوسط الحسابي هنا اقل منهم. يبقى فيه بقول عليه سكيو، التواء خفيف للبيانات، التواء بسيط للبيانات. طب الالتواء ده ناحيه ايه؟ الالتواء ده ناحية اليسار. ليه؟ لأن البيانات دي راحت ناحية اليمين، البيانات دي راحت ناحية اليمين فخلت التوزيع نفسه يلتوي ناحية اليسار بالمقارنة بالنورمال كيرف اللي هو التوزيع الطبيعي. ولكن ده كويس؟ أيوه كويس، لأن معناه إن مستوى الطلبة ده جيد. مستوى الطلبة ده كويس، ليه كويس؟ لأن الدرجات كلها راحت ناحية اليمين أو معظمها راحت ناحية اليمين أو أغلبها، وخلت التوزيع نفسه يلتوي ناحية اليسار. عشان كده بقول عليه توزيع سالب الالتواء.
يبقى احنا دلوقتي يا جماعه فهمنا ازاي نعمل تحليل وصفي لظاهره معينه. هقول والله مثلا لو انا عايز اقدم تقرير اقول والله بفحص درجات ماده الاحصاء التطبيقي في الفرقه الثالثه وجد ان متوسط العام للدرجات 79 درجه تقريبا. كويس؟ والوسيط وان 50% من الدرجات، مش هتقول بقى الوسيط، يعني كلمه وسيط انت تفهمها لكن غيرك ما يفهمهاش، 50% من الدرجات اقل من 85 درجه، و55% من الدرجات اكبر من 50 درجه، لما يكون نص الدفعه جايبين فوق ال 85 ده وحش؟ ممتاز. طب والدرجات اللي هي اكتر او الدرجات اللي اتكررت كتير عندك او الدفعه، يعني مثلا انتوا زي ما قلنا 15 واحد، لقينا اغلب الناس جايبين 85 اللي هم اتكرروا كتير، ده برضه مؤشر كويس للدرجات. يبقى والقيم الاكثر تكرارا او الدرجات المتكرره او الدرجات الاكثر تكرارا تعادل 85 درجه. كما ان بعد الدرجات عن متوسطها يقدر ب 8 درجات، بعد الدرجات عن مركزها او متوسطها يقدر ب 8 درجات. لما نيجي بقى نقول الالتواء هنقول كما ان التوزيع أو كما أن درجات الطلبة يوجد بها التواء سالب أو التواء بسيط سالب، ده يعني إيه؟ إن معظم درجات الطلبة في مرتفعة، معظم درجات الطلبة في المستوى المرتفع. كما نجد أن 25% 25% من درجات الطلبة أقل من 70 درجة، و75% من درجات الطلبة 75% 75% من الدرجات أكبر من 70. يعني لما تلاقي كده 75% من درجاتكم انتوا كدفعه فوق ال 70 درجه، ده شيء ممتاز. والوسيط ده اتكلمنا عليه، وهنا برضو نجد ان 85 درجه او 85 25% من الدرجات اقل، 75% اقل من 85، و25% اكبر من 85، ال 25% الربع اكبر من 85 درجه. يبقى انت كده عملت تقرير هنا بشكل كويس. كمان ما تنساش تضيف على التقرير الجزء ده ان انت عندك طالب واحد، وجد ان طالب ان فيه يوجد طالب له درجه 65، وكمان طالب جايب 69، واثنين من الطلاب جايبين 70، وثلاثه من الطلاب جايبين 75، وخمسه من الطلاب جايبين 85. شايف الاعداد دي؟ انت ممكن تعملها بالبار شارت او الباي شارت او الاعمده البسيطه او الاعمده، ممكن الاعمده البسيطه او الدايره نعمل الاعداد دي بيها. لكن الظاهره نفسها، تمثيل الظاهره نفسها اللي هو درجات الطلاب مثلناها بالهيستوجرام. يبقى انت فهمت دلوقتي او اتعلمت ازاي نعمل تحليل ندخل البيانات ونطلع الاوتبوت او النتائج. طب الجزء اللي فاضل في التمرين ده ازاي نحفظ البيانات؟ الحقيقه احنا عندنا حاجتين عايزين نحفظهم، محتاجين ان احنا نحفظهم. النتائج دي اللي انت شايفها دلوقتي والداتا اللي عندنا لو انت حابب تحفظها. طب النتائج احنا ممكن نعمل حفظ من هنا عادي. يقول انت عايز تحفظها منين؟ انا دلوقتي بحفظ ايه؟ الاوتبوت اللي هي المخرجات بتاعه البرنامج دي نحفظها اهو على الديسكتوب وليكن، وهنا احدده مثلا اسميه وليكن مثلا احمد مثلا، زي ما انت ما تسميه اهو. يبقى هنا هيحفظه لي، حفظه لي على الديسكتوب، خلاص ممكن نقفل ده عادي خلاص اتحفظ. كمان دي عايزين نحفظها اهيت برضو على الديسكتوب، اسميه مثلا نسميه مثلا وليكن داتا وليكن بيانات، ونعمل سيف. يبقى الراجل حفظ لي الاثنين دول مفيش مشكله. بص بقى معايا كده اهمت فين هما، ادي الداتا البيانات اهي، لو انا عايز حبيت استدعيها تاني ادي البيانات اللي عندي لو حبينا نستدعيها عشان نعمل عليها تحليلات اخرى مثلا او نستخدمها في اي حاجه تانيه. وكمان هنا الاوتبوت، او كان من الممكن ان انا اسميها الاوتبوت المخرجات اهي، هذه المخرجات بتاعتنا محفوظه عندنا اهي. ممكن بقى نحذفهم بقى عشان ما يصدعوناش، حذفناهم. طب ادي مثال عندك، المثال الثاني هتلاقيه صفحه 67. احنا المثال الاولاني ده استخدمنا فيه ايه؟ قلنا لو عايز اعمل كلمه انالايز او عايز اعمل تحليل وصفي عام للبيانات ببدا استخدم كلمه انالايز وبعدين ديسكريبتيف ستاتستكس وبعدين كلمه فريكوينسي. طب ما رايك لو احنا حبينا نجيب نفس المقاييس دهيت ولكن حبينا نجيب حاجه اسمها الزد سكور او الدرجات المعياريه اللي احنا قلناها؟ فاكرين الدرجات المعياريه يا جماعه اللي احنا خدناها القيمه ناقص الوسط على الانحراف المعياري؟
حبينا نضيفها، حبينا نجيبها. طب نجيبها ازاي؟ تعالوا ناخد مثال بسيط عليها. ادي الدرجات المعياريه، نفتح البرنامج عادي خالص. طبعا كان من الممكن ان انا من ده افتح ورقه عمل تانية واشتغل، ما فيهاش مشكله، ولكن انا حبيت اعرفك كل شيء بشكل مستقل. طيب المثال صفحه 67 بيقول لي ايه؟ البيانات التاليه خاصه باعمار مجموعه من اللمبات الكهربائيه بالساعات. يعني عندنا لمبات كهربائيه في مصنع، تم اختبارهم وادونا ان كل لمبه عاشت كام، او اللايف تايم بتاعها كان قد ايه. طب ايه راي سيادتك لما نيجي ندخل البيانات؟ ها اتفقنا ان انا هبدا اعمل ايه اهو، اللي هو الفاريبل فيو الاول. ادي الفاريبل فيو، اول حاجه نبدا نعملها ايه؟ نكتب العمر الانتاج بتاعها. ممكن اكتب كلمه التايم اهيت، ادي التايم، الله اكبر، ادي التايم. وممكن اتيني جاي هنا وكاتب ايه؟ العمر مثلا، ولا اكتب، او نكتب اللايف تايم. ادي اللايف تايم زي ما اتفقنا وزي ما قلنا في التمرين اللي فات. نبدا نشوف بقى ندخل الداتا ازاي. اهو اداني التايم، وهنا اللايف تايم هيظهر لي. الاولى كان عمرها 3، الثانيه كانت 4 ساعات، اللي بعديها 3 ساعات، اللي بعديها 2، اللي بعديها 3، اللي بعديها 5، اللي بعديها 7، اللي بعديها 5، اللي بعديها 7، 1 1. كويس. وحبينا نجيب كل الحاجات اللي احنا قلناها، ولكن نبدا ايه؟ عايزين نجيب الزد سكور، الدرجات المعياريه، عشان نقارن مثلا اعمار اللمبات دي المنتجه بواسطه مصنع معين، واعمار اللمبات المنتجه بواسطه مصنع تاني، مين الافضل؟ عايزين نقارن دخول دوله بدوله. ما ينفعش ان ناخد البيانات دي والبيانات دي واقارنهم، ما ينفعش. امال نعمل ايه؟ لازم اجيب الزد سكور. كويس. او حتى ويكون الافضل لو البيانات مختلفه في وحدات القياس، لو عندي بيانات مختلفه في وحدات القياس وعايز اقارن ما بينهم، لا لازم اجيب الدرجات الخام بتاعتهم الاول. طب نجيبها ازاي؟ تعالى نفس الكلام اهو، انالايز ديسكريبتيف استاتستكس زي اللي فاتت. بس اللي فاتت خلي بالك احنا كنا بنضغط على كلمه ايه؟ فريكوينسي. لا هنا بقى هضغط على اللي تحتها اللي هي ديسكريبتيف. يبقى بقول تاني، التمرين اللي فات كان انالايز ديسكريبتيف استاتستكس وبعدين فريكوينسي. لا هنا لو انا عايز زد سكور للدرجات المعياريه بختار، لو انا عايز يعني بجانب الادوات الاحصائيه اللي احنا قلناها وجبناها دي عايزين كمان نجيب الديسكريبتيف اللي هو الوصفي، او انا اسف اجيب من يعني الامر اللي هستخدمه عشان يديني زد سكور، هو ده اللي هو الديسكريبتيف، ده اللي هو الامر الثاني. يبقى الامر انا ممكن اسالك في الكلام ده، الامر اللي انا ممكن اجيبه عشان يديني زد سكور اللي هو الديسكريبتيف استاتستكس اهوت. طب نفس الكلام، شايف ده انقله هنا اهي، نقلناه هنا. طب الاوبشنز دي المقاييس، خلينا دلوقتي قبل ما نقول المقاييس يبقى انا تاني ده اهوت، او نضغط عليه دبل كليك نرجعه تاني اهو، خلاص يبقى انا هجيب اللايف تايم. شايف بيقول لي هنا تحت ايه؟ سيف، احفظ standardized value as a variable، يعني احفظ الدرجات المعياريه. ايوه لو انت ما نشطتهاش يبقى مش هتحفظ لك حاجه، لو انت ما نشطتش الكلام ده مش هتحفظ لك حاجه، مش هتحفظ لك الدرجات المعياريه، لكن انا عايز احفظها يبقى نشطها هي. طيب بعد ما نشطتها، انت عايز الدرجات المعياريه بس؟ لا ده انا عايز اهوت، لو اهو تاني، لو انا عايز بجانب الادوات الاحصائيه الثانيه يبقى اقول اوبشنز، تعالى ادي المين، ستاندرد ديفيشنز، الفيريانس، الرينج، المينيمم والماكسيمم، ستاندرد ايرور اوف مين، الكورتوزيس والسكيونس اهي. تلاحظ تحت يا جماعه سبلي اوردر، يعني ايه اعرض الترتيب؟ يعني ايه الترتيب؟ يعني ايه؟ يعني انت عايز دلوقتي هترتب وفقا لفاريبل ليست، اللي هو هترتب المخرجات او الاوتبوت بتاعتك وفقا للمتغير اللي انت دخلته اولا. يبقى انا لو ضغطت على دي، او هي متنشطه كلمه فاريبل ليست، يعني ايه؟ ترتيب الاوتبوت او ترتيب المخرجات بتاعتك للمتغير اللي انت دخلته في الاول. طيب كلمه الفابيتك ديت يعني ايه؟ ان انت بترتب الاوتبوت وفقا للحروف الابجديه. طب اسيندنج مين؟ اللي هو بترتب تصاعديا وفقا لقيم المتوسط التصاعديه، وفقا لقيم الوسط الحسابي او المتوسط الحسابي التصاعدي. طيب هنا descending مين؟ اللي هي بترتب تنازليا وفقا لقيم الوسط او المتوسط الحسابي. خلينا في الفاريبل ليست اللي هي دايما ما تستخدم، اقول له كونتينيو مفيش مشكله، وادي اوكي، ادي الاوتبوت.
طب تعالى كده نشوف الاوت بوت. انا عندي حجم العينه كان كام؟ ادي 11 اهو اللايف تايم. شايف قال لي ايه؟ انت بتجيب الحاجات دي لمين؟ لللايف تايم، لايف تايم اللي هو العمر الانتاجي. طب تعالى الان انت عندك حجم العينه كام؟ 11. تمام. طب الرينج المدى، نطاق الدرجات او نطاق العمر بتاعك، يعني الفرق ما بين اقل قيمه واكبر قيمه 6. طب الماكسيمم الاعلى قيمه او اعلى عمر كان 7، طب 7 ساعات، واقل عمر كان ساعه. طب الوسط الحسابي، الوسط الحسابي عندك او 3 وشويه. هنا الخطأ المعياري للوسط، يبقى انا عندي قيمتين هنا، المين اهو في قيمتين، المين اللي هو الوسط الحسابي، انا اللي يهمني دي اللي هي مكتوبه تحت كلمه statistic. هتلاقي الكلام ده، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان تكتبه ورايا، اكتبه ورايا عشان تذاكره. يبقى نقول تاني، الرينج الان اللي هو حجم العينه بكام؟ ب 11. الرينج هتلاقي كلمه كلها statistic مكتوبه اهي. الرينج كام؟ 6. الاقل قيمه ساعه، الاكبر قيمه 7. طب الوسط الحسابي القيمه بتاعته كام؟ 3.7، يعني 3 ساعات و7، ده متوسط اعمار ال 11 لمبه. طب الخطأ المعياري بتاعها اهوت. طب الانحراف المعياري بعد القيم عن مركزها او بعد الاعمار عن مركزها اللي هو 3، اللي هو 3 ساعات يقدر بساعتين وشويه. ودي التباين اهوت. سكيونس انا اللي يهمني دي زي ما قلت لك السكيونس اهوت. طب والكورتزيس اهوت، ادي الاعتدال. طبعا التوزيع هنا موجب الالتواء، توزيع موجب الالتواء زي ما انتم شايفين كده سكيونس. طيب انا امال فين الزد سكور اللي انت قلت لنا عليها؟ ديت الاحصاءات الوصفيه اللي احنا قلناها او اللي موجوده عند سيادتك، ما فيهاش مشكله. ديت الاحصاءات الوصفيه، ممكن انا اجيب لك زي شاشه زي دي واقول لك الامر اللي احنا توصلنا اليه ايه؟ اهو مكتوب ديسكريبتيف ستاتستكس. ديسكريبتيف انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس وديسكريبتيف. يبقى انت تعرف شكل الشاشه عامل ازاي. طيب امال فين الزد سكور بقى؟ لو احنا شفت احنا طبعا واحنا في شاشه عرض البيانات كتبنا متغير واحد اللي هو اللايف تايم، مش كده؟ طيب بص معايا اهيت. ادي الزد تايم اللي هو مين؟ الدرجات المعياريه للاعمار اللمبات اهوت. دي الدرجه المعياريه بتاعتنا. شوف اهيت. كل قيمه لها الدرجه المعياريه. طب نظريا انت راجل بتاع تجاره، جت منين؟ القيمه دي ناقص الوسط على الانحراف يديك ده. يبقى القيمه ده اهي ناقص الوسط الحسابي على الانحراف المعياري يدينا ده. القيمه دي ناقص الوسط على الانحراف يدينا ده. القيمه دي ناقص الوسط على الانحراف يدينا ده، وهكذا. دي اصبحت اسمها ايه؟ زد سكور. اهي دي بقى لو انا مثلا عايز اقارن ما بين منتجين في مصنعين او منتجات مصنعين او اكتر، استخدم الزد سكور. ادي بتاعه المصنع الاول والزد سكور بتاعه المصنع الثاني، واعمل كومباريزون ما بينهم باشكال او باي حاجه ثانيه عشان تبنتوا فاهمين. يبقى من خلال المثال دوت اتعلمنا دلوقتي ازاي ان احنا نجيب الزد سكور. يبقى المثال الاولاني خاص بالادوات الاحصائيه او المقاييس الاحصائيه المختلفه، اتعلمنا ازاي نجيبها. وانا عايز يعني لو لا اتمنى طبعا انا قلت التقرير بسرعه، لكن انا عايزك انت تعمل لي تقرير جميل ليه. ازاي؟ تبدا الاول تقول والله احنا عندنا، يعني اتعلم بقى الكلام ده، احنا عندنا مجموعه من الطلاب تمام، خدنا عينه عشان نعرف المتوسط العام، وطبعا ونعمم الكلام ده على المجتمع بتاعنا، لقينا ان في طالب جايب كام درجه، 2 طلبه جايبين كام بنسبه كام، 5 طلاب جايبين كام بنسبه كام، تبدا بقى فوجد ان الوسط الحسابي كام وهو يدل على كذا، ومثلا الكلام اللي احنا قلناه في الفصل في المثال الاولاني يا ريت تطبقه وتكتبه بشكل جميل كده. دي نقطه. النقطه الثانيه ازاي نجيب الدرجات المعياريه، اتعلمناها دلوقتي باستخدام برضو البرنامج، قلنا بنضغط على Analyze Descriptive Statistics وبعدين Frequency اهوت يبدا يدينا الكلام اللي احنا قلناه دوت. ده المثال رقم 2. طيب طبعا انا استاذنكم ان انا هعمل التسجيل ده على جزئين عشان ينفع او ينفع يترفع على النت او على 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 موقع الكليه، فانا هكتفي في الجزء ده دلوقتي وهعمل جزء تاني حالا في الجزء اللي فاضل او المثال اللي فاضل. شكرا جزيلا.